بان المجلس البلدي لعين حروده منذ الاتفاقيه منذ البروتوكول ديال المدينه الجديده انه لم تعد له صلاحيات. اي حاجه تنبغيو نديروها خاصنا نشوفوا مع شركه تيرا، لدرجه ان باش نديو تراكس من الجماعه حدا واحد الدوار باش نهزوا الاسباب اللي كاينه خاصنا نشتاشروا مع شركه تيرا ولا كتمنعنا ما توصلش لنا التراكس ديالنا لهنا. كنتصلوا بسلطة مشكورين كيعاودوا حتى هما يتصلوا بهاد الناس ديال شركة الأزمات ومن بعد ممكن نديروا. يعني ولينا حنا كجماعة حقيقة جماعة عندها جوج دروس. وهذا الله يخليك غادي نقاطعك، هذا إشكال كبير، ولا أظن لأن الباب الصحيح اللي خصو تطرق هو السلطة، لأن ملي كتكلم على شركة سواء كبرت ولا صغرت مثلها مثل جميع الشركات. هذا هو المشكل. إذن ليست شركة، إذن شركة. الإشراف والتسيير والمسائل كلها كترجع للرئيس. تبي معي الله يخليك، الرئيس إذا ما استطاعش أنه يبسط يده على المدينة المشروع مدينة زنتة فهذا كيعني على أن هناك خلل كبير، وعلى أن هناك نفوذ آخر وسلطة أخرى من غير سلطة القانون اللي كنعرفوها. لا يمكن أستاذ، يمكن ما شرحتش الكلمة. فاش كنتكلم على الشركة كنتكلم على صاحبة عقار، وحنايا كمجلس ما يمكنش أننا ندخلوا في عقارات ديال المواطنين. كلك تراقب، أنت اللي كتراقب كل صغيرة. أنا أراقب المشاريع. هادشي ما كان ماشي هو المشكل اللي مطروح. نعم. المشكل المطروح هو أكبر من هذه المسألة، هو أنا اليوم كنتكلموا على عقار. نعطيك مثال ابسط من ما يكون من اجل خلق ولا اجراء صفقه كما كاين المشكل اللي وقع عندنا دابا في البحر. نعم. باركينغات ديال الشاطئ. نعم. حنا لسنا ليس هناك املاك جماعيه اللي نقدروا حنا نكريوها كجماعه. نعم. كيخصنا ناخذوا الابن من عند صاحب العقار. نعم. وصاحب العقار اليوم في عين حروده هو شركه تهيئة الناس. نعم. مشكورين كيتعاونوا معنا على قدر الامكانيات ديالهم، والاكبر من هذا هو الشريك الوحيد اللي ممكن نعتمدوا عليه على تطوير المنطقه. هذا بالنسبه للشاطئ. حينما نتكلم عن الشاطئ لما نتابع الشاطئ في جوج ديال الانواع الاراضي، في ما هو ملك عموم البحري تابع لتجهيز وما ما وراء كل اراضي خواص. بالنسبه للسيد الرئيس انا واحد التحقيق في هذا الباب. نعم. بالنسبه للصفقات ديال الشواطئ اللي في علمنا انه مؤخرا صدرت دوليه ديال الوزير التجهيز. الدوليه جات باش تدير الجماعات اللي تابع عليها شراكه مع مديريه التقنيه ديال وزاره التجهيز. هذوك اللي باركين دار طلبات عروض ودوزوا صفقات عموميه. انا كنهضر على الشق التابع للملك العمومي البحري. اما الملك الخواص هذاك الشكل الملك يجب تحديد الملك العمومي البحري. نعم. اذا قبل ما نخليك سي هشام يتكمل اعطيني هذاك الاخ. الو الاسم الكريم. الو الاسم الكريم. الو اذا مشى الخط نرجعو سي هشام باش نشرح هذه المساله ديال الملك العمومي. ما هو الملك العمومي البحري؟ الو الو الاسم واكيد درتش مع صح. الو شكون معايا؟ الو شكون معايا؟ قطع دابا كيهضر مع صاحبك. الو الله يخليك راه كتهضر مع صاحبك وانا كنقول لك الو شكون معايا؟ الو وي شكون معايا؟ الاسم الكريم الاسم الكريم اعطيني سميتك اعطيني على الاسم. تفضل السي مصطفى تفضل. تفضل اخويا هادشي اللي جاب الله مع الاتصالات. تفضل مرحبا بك تفضل. وي كنسمعك تفضل. تفضل يا اخي تفضل. اذا حتى يعاود الاتصال باش ما نمشيش بعيد باش ما نشتوش في الاجابه. باش نتكلموا على الملك العمومي البحري. تحديد الملك العمومي البحري هو اعلى مد بحري زائد 6 امتار. يعني الملك العمومي البحري ما يمكنش يبقى في الباركينغ. لا يمكن. الاملاك الجماعيه هي اللي ممكن يكون في الباركينغ. نعم. ولحد الساعه لا نتوفر على املاك جماعيه
اللي هي على 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 جانب الشواطئ، لان باش تكون صفقه قانونيه كيخصها انها تكون ملك جماعي. حنا اتصلنا باش نقدروا اننا نفكوا هذا المشكل هذا، بغض النظر ان البحر ديال عين حروده تقريبا دابا واحد 3 سنوات ولا 4 سنوات ما كانوا فيه لا صفقات لا والو، ولكن من اجل نحاولوا اننا نبحثوا على مداخيل الجماعه اتصلنا بشركات اللي عندهم هذاك العقار، اللي ماشي شركه هي ازنتها ولكن شركه اخرى، وطلبنا منها الموافقه ديالها باش نقدروا نديروا هذه الصفقه، وحتى عطاتنا الموافقه عاد درنا هذه الصفقه لدرجه ان تعطلت الصفقه دازت في 12 شهر 7 المفروض دازت البارح، المفروض انك تدوز في شهر 5 على الاقل، لان بقينا كنتظروا الاذن ديال صاحب العقار باش نقدروا اننا نديروا هذه الصفقه ديال 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 لي باركي. هذا واحد يعني اليوم جماعه عين حروده ما يمكن للمجلس البلدي ان يتحكم فيه هو 76 قطار في 2000 هكتار، وهذا هو هذه مهمه بزاف يعني 76 قطار عاودها باش تسمع 76 قطار هي الان كاين جوج ديال لي بلون داميناجمون، كاين ان بلون داميناجمون خاص بالمركز اللي هي 76 هكتار تقريبا، والباقي اللي هو كنتكلموا على 1850 هكتار كلها باقا تابعه الخواص وليست فيها لا املاك جماعيه لا حتى شي حاجه. باش نرجع للمستور دونك المستور الاول هضرنا معاه هو اننا اكتشفنا بان جماعه عين حروده هي الان مهمتها هو التسيير الاداري، ورغم ذلك كنحاولوا حنا باش نمشيو في الشق التنموي و ونوصلوا للشركه تياتناتها بالتسريع بعد المشاريع اللي كنشوفوها مهمه للساكنه، خصوصا اعاده الايواء، ثانيا التكوين المهني، ثالثا التاهيل المهني، مرافق رياضيه، مرافق صحيه، هادشي كلشي هادشي كاين في المشروع ديال اعاده الايواء اللي هو لحد الساعه توا في واحد المشكل، واللي كنطالبوا من هذا السيد عامل مشكور على التدخلات ديالو في هذا الاتجاه، واللي تنطالبوا من شركه تهيئه ازنتها وتنقول لها كلمه مباشره اليوم، هو ان الموافقه ديال جماعه عين حروده على البروتوكول هو من اجل اعاده ايواء جميع قاطني دور صفيح المتواجدين ببلديه عين حروده. نستمروا في ما هو المستور. المستور اليوم عندنا جماعه لا تتوفر في باستثناء التسيير الاداري او الخدمات الاداريه، لا امكانيات لا موظفين اللي قدروا يمشيوا ما هو تنموي ولا ما هي خدمات عموميه او خدمات اجتماعيه. هذا هو الهم ديالنا حنا والله عارفين على مستوى التخصص ولا على مستوى العدد، على محتوى كاين مشكل في العدد، كاين مشكل في التخصص، كاين مشكل بعض المصالح. اليوم شنو كنلقاو في عين حروده؟ ان عين حروده لا تسيرها المصالح ولكن من يسيرها هو المستشارين. اذا هنا كاين مشكل كبير. فاش كنتكلموا على رئيس مصلحه حنا يلاه كنحاولوا نوصلوا ليه بان هو المسؤول على الميدان ديالو، هو اللي خصو يقطع اقتراحات على الميدان ديالو ماشي المستشار. حنا كنبقاو مستشارين اياك، عندنا الواجبات ديالنا وعندنا المسؤوليه ديالنا، ولكن ما هو تسيير المجلس هو نورمالمون المصالح هي اللي خصها تحط برامج ديالها. وحنا الان كنحاولوا ما امكن ان كنديروا دراسات ديالنا على اساس باش نعرفوا شكون هو الشخص المناسب في المكان المناسب، وان شاء الله الرحمن الرحيم راه كاين دابا بعض الاجتماعات اللي عقدتها مع المدير ديال الجامعه على اساس الامكانيه كيفاش تطوير المصالح وتطوير وتقديم تكوينات لهاد رؤساء المصالح على الخصوص باش يقوموا بالواجب ديالهم. سي الهشاني عندكم بعض المناصب شاغره؟ المناصب شاغره عندنا 6 المناصب شاغره. شنو هما؟ عندنا منصب ديال الاركيتكت لانه ما عمرو دار في البلديه، وحنا غادي دابا ما فيهاش، ما كاينش دابا ما كاينش، ولكن حنا ان شاء الله غادي